الجرح إن كان مكشوفا وجب غسله، فإن تعذر فليمسح، فإن تعذر فليتيمم، وإن كان مستورا فليمسح، فإن تعذر فليتيمم. هذه المسألة ذكرت عقيب مسائل المسح، ذلك بأن الجرح إن كان مستورا فقد سبق بيانه في مسائل الجبيرة، وأما إن كان مكشوفا فيجب ما يأتي وجوبا مرتبا. أولا يجب غسل هذا الجرح الذي هو في موضع أعضاء الوضوء أو في موضع من البدن إن كانت الطهارة عن حدث أكبر، فإن تضرر بغسله فليعدل إلى المسح، وذلك لأن المسح تابع للأصل، فإن الأصل هو الغسل، والغسل إنما هو بالماء، فتكون طهارة المسح طهارة مائية، فإن شق وتضرر فليعدل إلى التيمم، فينتقل من الأصل الذي هو التطهر بالطهارة المائية يعدل عنها إلى الفرع وهو التطهر بالتراب. هذا إن كان الجرح مكشوفاً.